نعيش مع حضراتكم هذه الليلة القرآنية العاتلة، وقد جئنا لكي نكرم فيها الأخ الكريم الأستاذ محمود بدوي، هذا الرجل الحبيب الذي عاش الحياة بحلوها ومرها، فكان من خيرة الناس أدبا وأخلاقا وكرما وجودا. أدعو ربي عز وجل في هذه الليلة أن تتغطه يا ربي بواسع رحمتك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم شفع فيه صياما وزكاة وصلاة، وشفع فيه الحبيب المصطفى، إنك يا ربي على كل شيء قدير. أخوتنا إخوة الإيمان، يطيب لنا في هذا اللقاء القرآني المبارك أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وسفيرا من سفراء القرآن الكريم، تأدب وتخلق بأخلاق القرآن فرفعه ربي بالقرآن مكانا عليا، علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، وهرم من أهرامات الجامعة الشحاتية الأنوارية، والذي نسعد به دائما في جميع الحفلات والمناسبات الدينية، علم القرآني الإذاعي الكبير والكتب القرآني الكبير، فضيلة القاري الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أقول حقا لقد وعظ القرآن المجيد ليبدي عليكم التذكار ويعيد، فذكر بالقرآن من يخاف عيد. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون ذرية من حملنا مع وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء
وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
أسأتم فلها. فإذا جاء عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم
ويدعو الإنسان بالشر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا
وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، ونخرج له يوم القيامة كتابا بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صدق الله العظيم. أقول إن لم تطف بالبيت لأنه عنك بعيد،
فتذكر رب البيت فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية التي تلاها على مثل حضراتكم والعالم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمحافظة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. في هذه الليلة القرآنية العطرة ليلة تكريم الأستاذ محمود بدوي أدعو ربي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن تجعل يا ربي هذا القرآن نورا يتساقط عليه في قبره يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان أشكر كل من شاركنا في هذه الليلة القرآنية، أشكر الهندسة الصوتية وصاحب أحدث تقنية في عالم الصوتيات ببرهمتوش في مدينة السبلوين تحت إدارة أستاذ حماد السلام. أشكر أيضا قصور الضيافة المتنقلة على محافظة الشرقية ومدينة ديربنج الحاج محمد لطفي والمقيم بديرب السوق. أشكر لؤلؤة الإنارة وأحدث ماكينات الديزل أنوار الحاج شحتة إمام تحت إدارة باشمهندس إبراهيم والباشمهندس حسن إمام والمقيم بمدينة أسبلاوين. أشكر أيضا خدمات فندقية متميزة أولاد النمر والمقيم بالبشنيم. أذكر حضراتكم أن هذه الليلة سوف ترفع بمشيئة ربي عز وجل عبر وسائل الإنترنت من خلال موقع الأستاذ عمرو صقر والمقيم بمدينة متغمر.